أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب الأحد. وقالت الوزارة في بيان إنه وفقا للصلاحيات التي منحتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للوزارة، وبعد المناقشة مع رئيس وأعضاء هذه اللجنة، تقرر استئناف العمليات التعليمية بطريقة التناوب للمراحل الدراسية من الأول الابتدائي إلى 11 الإعدادي وللمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية، مشيرة إلى أن المدارس الموجودة في القرى والتي كان الدوام فيها 3 أيام في الأسبوع ستستمر على نفس المنوال. وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية أثناء الدوام. ونوه البيان إلى أن الأهالي إذا لم يكونوا على استعداد لحضور أبنائهم الطلبة في الصفوف الدراسية، يمكنهم الاستمارة في أول أسبوع من المباشرة في الدوام للاستمرار في التعليم الإلكتروني، ولكنهم سيؤدون الامتحانات النهائية داخل الصفوف الدراسية.